ما كايناش شي خدمه ماشي متعبه، ما كايناش خدمه ماشي متعبه، شي تكوني ربات بيت هي بعدا اتعب خدمه في العالم هي ربات بيت اصلا. دونك كيجيو شي فترات كنكون كنعيا سورتو مثلا لا بيريود العراس لا بيريود قبل رمضان كاين تعب، ولكن بحلاوته ومحبه الناس كتخليك تقولي ايوا بعدا عارفه علاش كنضربوا التماره وعلاش كن بعض المرات نقدر ندير جوج عراس في النهار، ماشي سهله في جوج مدن مختلفه سي با فاسيل، ولكن هذه حلاوه الحياه. ثاني مايا امتى غنشوفوا عروس؟ انا راه اخر مره قلت لكم انا ما بقيتش غنكون عروسه، وكنتمنى بنات بلادي ويكونوا عروسات ويختاروا شريك الحياه اللي هو ولد الناس واللي غيتهلا فيهم، وقبل هذا الشيء كامل بلاتي تتخدموا سافروا عيشوا شويه الحياه وديك الساعه تزوجوا. الحب 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 انا كنموت على الحب وكنثق في الحب، شتي مالغري تو ومالغري مالغري لي ديسيبسيون ومالغري لي لوسون اللي كنتعلموا في الحياه من لي ديسيبسيون، الحب رائع. انا دابا ما كرهتش نتزعط والله ما كرهت، جادا بغيت ايوا، غير انا قلت لكم انا المتطلبات ديالي صعيبه بزاف وخاصو يكونوا فيه مجموعه من المواصفات باش نتزعط. مواصفه يكون فنان ويكون باسيوني دلا في، يكون طويل ويكون قاري، المهم لسه طويل ورياضي، المهم ما كاينش لا كاين كاين. المواضيع اللي كنجاوب عليهم مواضيع ماشي كاملين، ولكن اللي دايرين ضجه واللي كيبقاو يوصلوني الاسئله سواء من عند الجورناليست سواء من عند الناس اللي متابعين الصفحات، وبودا مومون كنقول واش اش غادي نعطي الراي ديالي. انا راه ما كنصح، ما باغا نشري صداع، ما باغا نتخاصم مع احد، كنعطي الراي ديالي بطريقه جينيرال وصافي، وهذا الشيء ما كيديرش صداع. نقول لك علاش؟ لان الانتقادات كاينين كاينين، والانتقادات السلبيه كاينين كاينين، راه ما كنقراهمش. ونصيحتي للناس اللي عندهم الصفحات الفنانين المغنيين كاملين، ما تبقاوش تقراو لي كومونتير، راه واخا تكوني مصوبه من الحديد الا بقيتي كتقراي واحد الكميه فيها لي كومونتير خايبين راه غتمرضي. دونك فوميو الواحد ما تبقاوش تقراو الانتقادات كيف ما كانوا سلبيه او ايجابيه، لتفادي الانتقادات السلبيه لانهم ما كيخصوكمش فيه فريمون. واش داك السيد اللي انتقدك كيعرفك مزيان؟ واش عايش معاك؟ واش عمرو سلم عليك حتى السلام؟ لا. كيفاش ممكن الانتقاد ديالو تكون عنده ان امباكت عليا؟ بحال الا سب شي انسان اخر، الموضوع لا يهمني.